السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من تختيم لعبة برامبل ملك الجبل. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا دون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، في نهاية الحلقة اللي راحت ظهر وحش وخطف خت أولي اللي هي ليلي، خلنا نختصر اسمها ونسميها ليلي. الحين هدفنا احنا اتوقع ان نحصل ليلي. لحد الان اللعبة من ناحية المظهر 10/10. الرعب نهاية الحلقة اللي راحت الرعب يعني بده مرة واحدة. كانت اللعبة بالبداية كيوت، بس بنشوف لها هل الرعب بزيل او لا. طبعا في لعبة ثانية تشبه لسناتمز بس متوفر، لا 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 لا، متوفر حقها دمو بس بعد هي اللعبة ما تنزل، فاحتمال اني العب الدمو حقها بعد ما اخلص برامبل. تالي طبعا ناوي العب سكرو، انا اوريدي لعب سكرو من قبل، فاحتمال اني العبها له جرس الشيطان اللي يخلي اللعبة اصعب عشان اخلي شو اسمه، لان لعبها من قبل ف ناوي اخليها اصعب علي. كنا رجعنا لمكان رجعنا لمكاننا. انا لبسي متغير طبعا، ليش جينا هنا؟ هذه مو ليلي. كابوس، هذا شكله كابوس. اوكي، انا قلت لنا ملابس اوهر الضفدع اللي قابلناه. او شكل الضفدع انقذ الولد، والولد كان يحلم اصلا. زي ما قلت انقذه. شكرا يا فروغ ضفدع. دون أخته حس إنه شو اسمه أكثر طفل وحيد في العالم. ليلي مور يبغى يحصل أخته ويرجع البيت. المشكلة من أنتون في عالم غريب مرة. أوكي، ترول ها. يبغون نحصل الترول ونحصل ليلي. ليلي وين انتي؟ بوم بوم بوم. هذا المكان الغريب. ليش تصيح؟ ايش في؟ يبغى انا مساعدة. تعالي بعطينا المفتاح توقع. السالفة؟ اوكي. يبغون نركب هنا ناخذ نحصل شيء عشان النوم. اوكي ايزي. حصلنا بسرعه يا حبيبي، تفضل. لعبه نفس اللي سنة ما لا تساعد النوم زي الحقوك. اوكي.
عندنا باب هنا هل نبدأ نفتحه؟ أغلب شي لا. أوه صرنا أقوياء مرة واحدة. اوكي نحن لا نستخدمه. هذا قنفذ ميت. او في نوم مربوط. ما في طريق منها. هو يتحركوا. اهم شيء انك ما تسوي شيء. بم برم بم. اوه عارف فخاخ. أنا ما لاحظهم أبدا. هذا هو الترول اللي أخذ ليلي. مود اللعبة تغير صراحة، صار مظلم أكثر. هذا الترول شكله صياد وصاد ليلي. اوكي لا طحنا من موت. قم نايس. اوه فكرتني الحين مت انا. هذا المفروض يصير. ها هذا فخ. هذا المفروض يصير. الغابة كلها فخاخ. ها يعني بغلي ينتبه. حجم الغزال، لكن شوف حجم الغزال هذا طبعا 100% ما اخذ شو اسمه على قولتهم inspiration من Little Nightmares. نفس الأفكار، أنت طفل صغير في عالم كي أكبر منك، كل شيء كي أكبر منك، البحوش، الأماكن، الأشياء. أنا قاعد أسمع هذا شكله مكان الترول، مخبأة، قاعد يقطع شيء. هذا ايش فار؟ ايه بدأت اللعبة تصير مرعبة اكثر. ايش المخلوق هذا؟ ترول بعد المفروض يكون. اوكي هروب 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 هروب. ايش بغانا اسوي بالضبط؟ اوكي
اوكي بوني انط اذا ضرب ايده عشان يسوي لي ستاجر. هزمنا الدباح أو اللحام. نايس. بوم. أولا wanted to cry. كان يبغى يصيح. A couple of hours ago. He had been in his warm bed. قلت قبل كم ساعة كان في سريره الدافئ. وسلام كان بيموت كم مرة. And he was soaked in smelly sewer water. ريحة مجاري. كن شجاعا يا أولي. هذا آثار قطار. اوكي في نومز. يبغونا اتوقع نسحب هذا وننقذ النومز. اوكي جاي نايس. يلا ليتس جو. تعالوا ساعدوني. يلا خلنا نفتح الباب. ليتس جو 1 2 3 بوش. او بوي فيها فخاخ بعد. انتبهوا. صاب احد منهم. مو ما لي شغل انا. قلت لهم انتبهوا الحقوني. هل وصلنا الكوخ؟ لحد الان هذا كوخ صغير. ما وصلنا مكان الترول اللي خطف ليلي مورا. وهذا بيتهم. ها مع السلامة. اوه هذا هو الترول. هذا هو يا حمار. دمر بيتهم يا ابو خشم كبير. LB. Oh, pardon me. Not today. لو ركضت ممكن مدعني اروح.
يلا 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 والله انا اروح انا هاي وين داخل ادخل داخل شجرة روح روح ما ايش صار ليش صار جليتش ما ادري اروح اوكي ما دام نعبر الان اوكي اوكي هربنا منه هربنا منه نايس والله اوكي ما هربنا منه وفي الان افخاخ ننتظر اوه شوف الافق اوه ماي جاد يعني ابغى لي انتظر ينور قبل لا اروح انا في فخ هنا ليش طبعت ما كيف صابني اوكي والان وين نروح هنا؟ اوكي في واحد ممكن في اكثر اوه كان بيشوفني كان بيشوفني بسرعة 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 قبل لا يشوفني نايس اوكي في يد ضخمة هنا انتظرك لو ايش السالفة اوكي انت حد غبي كيف ما شفتني انتبه لي اوه اللعبة عنيفة مرة انا ادور اليسار نايس على شكله ما بخلينا اليوم اوكي اتوقع انه خلاص هربنا منه نايس اوه فكرت ان هذا اني مت اوكي سالفه فتح عليكم بيقتلكم عوافي
نفس غرفة الأحذية في Little Nightmares. لا يا بقرة لا. يبغانا ندفع. ساكرافت ضحينا بالنوم. اهرب قوم. او نقدر ان ننط على طول. باي باي. شو انا اسوي؟ يبغونا نتسلق ونعبر من هنا. اوكي هذا البوتشر اللي غلبناه. افخناك من شوي لا تحاول مرة ثانية. او ان هذا واحد ثاني. الله اعلم. هذا عفن على اللحم. اه. انزل. لا يكون المواجهة مرة ثانية. ولا شكل من طبخ. ويش لك تمشي على قدر يطبخ فيه الطعام. اوكي. نوم نوم يبغى ياكلك. اها مساكنا. اوكي اتوقع هذه النقطة الممتازة اني اوقف الفيديو فيها. لا تنسى تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. ان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.